أهلا بكم أصدقائنا في أعرف. منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية ردها العسكري على ما حدث في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال، تعالت الأصوات داخل إسرائيل وخارجها مؤكدة دقة منظومة القبة الحديدية الدفاعية التي تشغلها وقدرتها على صد الغالبية العظمى من الصواريخ القادمة من غزة. لكن ما هي القبة الحديدية؟ وهل نجحت حقاً في صد الهجمات؟ ابقوا معنا لنتعرف على الحقيقة وما هي القبة الحديدية. تتألف تلك القبة من وحدة رادار ومركز تحكم يمكنهما التعرف على المقذوفات الطائرة مثل الصواريخ وحساب مسارها ونقطة سقوطها المتوقعة. هذه العملية تحصل في ثوان قليلة، وهذا ضروري لأنه بحسب المسافة عن قطاع غزة لا يحصل الإسرائيليون إلا على ما بين 15 و90 ثانية فقط للبحث عن مكان آمن من الصواريخ. العنصر الثالث في هذه المنظومة هو قاذفات الصواريخ الاعتراضية، والتي تتألف من 3 قاذفات لكل منظومة، في كل منها 20 صاروخاً. يتم إطلاق الصواريخ الاعتراضية فقط عندما يتوقع النظام سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة. صواريخ الاعتراض يمكنها المناورة في الجو، ولا يشترط فيها أن تصيب الهدف بدقة، بل يكفي أن تنفجر بالقرب منه لتدميره. لكن الركام المتساقط من الصاروخ يمكنه إحداث أضرار أيضاً. هذا وتعتبر القبة الحديدية نظاماً متحركاً يمكن نقله إلى أي مكان، وتوجد منه في إسرائيل 10 وحدات عاملة. وبحسب بيانات شركة رافائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المنتجة لمنظومة القبة الحديدية، فإن بطارية واحدة منها يمكنها حماية مدينة متوسطة الحجم، إذ يمكن للمنظومة اعتراض مقذوفات في محيط يبلغ 70 كيلومتراً. لهذا وبحسب الخبراء، فإن حماية إسرائيل بالكامل تتطلب وجود 13 وحدة من القبة الحديدية. الادعاء الأساسي الذي تبنته إسرائيل منذ الحرب على غزة عام 2012 وما زالت إلى الآن تصدره دعائياً إلى كل الدول العالم بوصفه انتصاراً عسكرياً وتقنياً غير مسبوق، هو أن كفاءة المنظومة تتجاوز 84%، بمعنى أنه من بين كل 100 صاروخ تبدأ القبة في تتبعها فإنها تعترض بنجاح 84 صاروخاً على الأقل. ولكن يشكك الكثير من الخبراء العسكريين في هذه النسب، وأن القبة ربما تكون فشلت في حماية الإسرائيليين، وهذا ما يظهر في صور وفيديوهات كثيرة ينشرها الإسرائيليين على الإنترنت. فقد اتبعت حماس تكتيكاً جديداً في مواجهة القبة، وهو يرتكز على أمرين. الأول هو تكثيف عدد الصواريخ في المرة الواحدة حتى تتشتت أنظمة القبة ولا تستطيع تدميرها بالكامل، والثاني هو توسيع دائرة القذف، وذلك حتى تضطر أنظمة الدفاع الإسرائيلية للتوسع، ومن ثم من الممكن أن تحدث ثغرات فلا يتم تدمير الصاروخ وينجح في مهمته. إلى جانب كل ذلك، فحتى لو تأكد نجاح منظومة القبة الحديدية، فإن هناك أضراراً قائمة لها علاقة بطبيعة المنظومة ذاتها التي تفشل في التعامل مع أنواع بعينها من الصواريخ، خاصة الصواريخ قصيرة المدى من 5 إلى 7 كيلومترات، حيث لا يمكن للقبة الحديدية أن تتعامل بفاعلية مع هذه النوعية من المقذوفات، ما يترك المدن الواقعة على حدود غزة مهددة. وحتى لو كانت القبة الحديدية تنجح في صد الهجوم بنسبة 90% كما تزعم قوات الاحتلال، فإن الحل سيكون إطلاق عدد أكبر من الصواريخ من قبل المقاومة. ويرى يفتح شابير متخصص العلوم العسكرية من جامعة تل أبيب أن هناك حداً أقصى غير معلن لقدرات هذه المنظومة على التحمل، وإذا تم تجاوز هذا الحد فإن جميع الصواريخ سوف تمر إلى عمق الأراضي المحتلة. أضف إلى ذلك أن إطلاق صاروخ واحد فقط من منظومة القبة الحديدية
يكلف نحو 50,000 دولار أمريكي، مقارنة ببضع مئات من الدولارات فقط للصواريخ القادمة من غزة. بالتالي فإن 2000 صاروخ قادم من غزة حتى ولو لم تتسبب في تلفيات كبيرة فإنها ستؤثر لا شك على ميزانية الدفاع في دولة الاحتلال. وبعد كل تلك التكلفة فإن الصواريخ القادمة من غزة لا تزال فعالة بغض النظر عما إذا كانت قد أصابت أهدافها أم لا، وذلك لأن الإسرائيلي يجد نفسه مجبراً على ترك ما في يديه مع أول إنذار والهرب فوراً إلى أحد الملاجئ. كذلك فإن هناك حاجة إلى إيقاف خطوط الطيران طوال المعركة، وبالتالي فإن حجم الضرر النفسي وربما الاقتصادي لا يزال كبيراً. كل هذا ونحن نتحدث عن منظومة متطورة جداً تستخدم آليات الذكاء الاصطناعي في مواجهة صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية التي تكون عادة محلية الصنع أو ذات قدرات ضعيفة. فماذا إذا علمت أن الباحثين في هذا النطاق لا يتوقعون أن تستمر الأمور كذلك؟ يوماً ما ستصل حماس إلى تقنيات صاروخية أكثر تطوراً، سواء باتباع الصواريخ مسارات معقدة لا يمكن التنبؤ بها أو استخدام صواريخ تتمكن من المناورة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب ومشاركته حتى ننشر المعرفة الحقيقية. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.